شباب، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اول شيء صباح الخير عليكم، او ان شاء الله كلكم تمام. اليوم راي دعمكم اليوم على اليوتيوب، دا نقول وراح ابلش على اليوتيوب. ف يا ريت تسوون سبسكرايب للشانل، وتحياتنا لكم. اليوم راح نلعب ويا اصدقائنا باتل فيلد 1. خلينا نشوف. لا انت بر واحد. لا لا لا،
ديش ليه ديسكونكت؟ Is that Bobby? انتوش نازلين؟ قبضنا بين قوسين. اوكي خلنا نحاول وما يقبل. يا اخي نوبات التوتر بالطيارة ما ادري شو يضربك، فالضربة كلش قوية. ما ادري قناص ما ادري شنو. نشوف باب المفاتيح مالدين المغضبة العريش. اكو بالسعودية المغضبة العريش؟ على حلو ما لحقنا تنفسنا. بالاف بابا قيامك
هاي ساعة تلبيهم بوبي. بوبي متت بيهم طبعا ديزيبل مصطفى متت ليش ما لحقت تبتعد ما تجينا حطل ما تقدر تسوي لي شيء جيبك وراك واحد وراك ايه وراك ماشي جيبك طلع الطيارة كلها ما اخذ مضاد دمو ما اخذ اي واحد مضاد احسن شوف القطار قضاه تحديد اعلام موت موت يعني مستحيل ايش بيها الطيارة ما قاعد تطلع لي ليه حاتم وين حياتي انكسلوك ليش واحدكم واحد حاتم انا ثاني واحد بدون فريق مش رائع جد انا ولا واحد بعد نكات واحد بس انا 55 بثلاث على الكتالوج هنا في جو انقلب خلقت هنا انا تلاحظ هالشي؟ اي ما ادري شلون اخبار الدبابة اكبر اري الدبابة انا على الاعلام خل اشغل المكيف شو هاي صارت حارة السلام عليكم طبعا منو؟ ها شباب شلونكم؟ هلا هلا كلها وياك هون هلا هلا انا بعدني والله ما انا اقول لك مصطفى شو شعبية شو؟ هلا اقوم تدخل ستة ها؟ ماكو تحدي بعدين فهمك شغلة طويلة اه يا تنزلون فور لا لا نازلين وين تعال يلا لسه وعاصفة ترابية وما جاي اشوف اي شيء ما بجي اشوف شيء ها مصطفى ستة على الانتظار مصطفى شو بدنا ندخل بالليل يا ستة واحنا بالجوف ترى على السيرفر وسام يعني انا ايس ابو هسه حينتهي يلا اوكي انا قال بس 100 نقطة وها هي اوكي بس غير عاصفة ترابية ها بوبي
طبعا البينج عندي هذا ملكة تني. الله ينتقم منك. وعلى الحجاجة عباك بالعراق. طبعا اشو طرت انت دا اصحد الحصان وضربوني. يا حصان انت شلون جاي تشوفني انا؟ انا بشي بتمين من جثه طايره انت طاير فوقك. صدق دبابه بس ضربتني. دبابه ضربتني قلت لي فوق دبابه بس انا شفت من يم طار. اي هذا غير واحد هذا اني طلعت؟ يعني؟ لا ده العب. وينك حولت يعني شنو؟ اي ما ادري شو انت انت اقول شنو هاشد حتى القاعدة تغيرت. اي نزل فيكم. والله ولا دا اشوف اي شيء انا جاي اطير تحت الثقة. اي مزعجة شو اسمه الحاجة. ابو القطار قعدني بضربة واحدة. شلون ما ادري بالعجاج الدنيا وبالقطار ضربة واحدة قعدني. انصب علينا عم ابو القطار. وستين باربعة على الكتالوج. هسه هسه اشتغلكم على خليها فاو فاو اروح البقرة. القناة صار مستوى 34 وبالطيارة 32. لا الله عمي كتبت لك انا يعني على المنزل تت شو اسمه. ها كتبت لي بس مش كاتب لي. ما تحتاج ما تحتاج شوفي البرو يمك قاعد مري اللوكينج. لا اخذوا خرب انب انا وين نزلت؟ من اخذ الطياره هذا؟ يا عفت اخذ الطياره صدق كذيب اكفور اقول 100 اركب اركب صاحب اركب حول حول خروح ناخذ اعلام. ما وين نزلت؟ انا نزل الدبابة. انا شفتك قدامي شوي شوي خل اطلع. ليبك هاي الطيارة بلاك وينها؟
لا راح. بقول لك مايل ضع بالبلم، هو غير يروح هناك للاي. ما يموت ما يموت مصطفى. جاكم جاكم الاسناد. كتل وانا بجي وابعان من الفلس بجي كلهم كلهم بالماي. وينهم بالماي وينهم؟ اوكي شبيتهم. طيب هاي دبابة. وين الدبابة راحت؟ تفجرت. وينهم؟ بالماي بعدهم لو لا؟ لا 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 يا اخي الدبابة عصت بالماي.
هشام؟ هشام؟ يلا يلا الدبابة حتى ناخذها. الله حرامات نسيت انا بالمي تخرب الدبابة. الو حلوة
جايكم باللادة. خرب انه ما لحقت. على شنو؟ واحد رأسا بس شافني كان يخرطني خرطة واحدة. شفت لك اماكنهم يمك. اي طعم بس هذا ابو المضاده من اي يضرب هنا توصل لي وين يم القاعده خراب. ان اذا بالتحديث الجديد ما عاد له للمضاده بعد ما العب بس اصل وان كلها هيك قاعد يقول عليهم ضجه مو طبيعيه على هاي السالفه. هسه سووها يعني شيء خرافي، ماكو شيء يعني مداها مو طبيعي. هذا ماخذ السيارة مال مضادة مع البليزة. الو، هلا هلا والله. شو اسمه رحت بدلت هاي قلت لي ما يدخل جيب لي ليتكم داخلين. انا وياكم بس في فرقة ترى انا بس انا وياكم بالسكواد. يلا حب لا 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 لا
طافش. ايه مصطفى انا وياك. اوكي اوكي. تعرف اسكت. شباب بعد كل مسجد وان؟ بعد كل الناس وان. مع العدد دعبولي اللي ما ادري وين اصلا. دعبول شو اللي انت فور؟ كتلة كتلة بابي. شو اسوي لي؟ 26 يلا ابغى اوقف. جود جوب. ما اتفجر. ايه مصطفى صلح صلح صلح. مصطفى وين البوت؟ موجود. ما هو النار جوا خلينا نزل شلون شوي انا نزل ابوي. بس تقدر تقول له جوين بس روح انزل بالروم الجو ولا اكتب له جوين هاي جاي فوق الطياره تو ما اقدر اوصل. خل احول البث على اليوتيوب لانه على اليوتيوب ما تقدرون يكتبون. حسين مو هنا تكتب له حسين. مصطفى عجي بس دقيقة اخي شوف من قاعد يكتب بالهاي من عربك حسين بابي.